So it's not your typical motel. Talking about the Clown Motel, the scariest one in all of America. It's also next to the city's first cemetery. I've had people come in here and they say, oh my God, I didn't realize you had all these clowns. It's an absolute nightmare. Owner Bob Percetti says a few guests have claimed to see clown-shaped figures passing by their windows at night. He woke up and there was a large, life-size clown. The motel was built next to a cemetery that's more than 100 years old. When I was cleaning the bathroom curtain, it's just light. It was scary because nobody was in the room. The Clown Motel's Clown Motel. The Clown Motel. Sister, 2 o'clock in the morning, somebody doing the furnishing here and there. Slowly, slowly open. Nothing is there. Nothing is there. Nothing is there. The Clown Hotel. الفندق اللي ناس كثير تتكلم عنه والمشهور بأنه أكثر فندق مرعب هنا في أمريكا. بعض الناس بتقول إنها بتسمع أصوات في الغرفة وناس ثانية تقول إنهم بيشوفوا أشياء بتخرج من المقبرة. عشان كذا في فيديو اليوم حنروح ونستكشف هذا الفندق. حجزت غرفة رقم 107 والغرفة هذه كانت مسكرة لمدة 4 سنين بسبب بعض حالات الوفاة حصلت في الغرفة نفسها. فاليوم حنسافر مع بعض إلى ولاية لاس فيغاس عشان نشوف مع بعض لو من جد الفندق مسكون أو لا. المدينة اللي فيها الفندق تبعد 3 ساعات بالسيارة من ولاية لاس فيغاس. دقيقة يا جماعة، وأنا رايحة إلى الفندق مريت من مدينة غريبة جدا جدا جدا. قررت أنزل وأشوف المكان ويا ريتني ما نزلت لأني شفت أشياء غريبة جدا. المكان غريب جدا ومخيف. ساعدوني. أوكي خلونا نواصل لأنه لسه فاضل ساعتين. بدأت أتوتر. كنت حاسة إنه عادي ومتحمسة بس الآن بدأت أتوتر. أنت شجاعة. لا مش شجاعة. ممكن أرجع. مش عايزة أعملها خلاص. حبكي. يا الله. المشكلة يا جماعة إنه جنب المقبرة. حنبات اليوم جنب المقبرة. المدينة هذه صغيرة جدا بس فيها مقابر كثير. ناس كثير بيموتوا هنا. غريبة. فحنوصل الآن فندق المهرجين المشهور اللي فيه أشباح وأشياء زي كذا. الله يستر. وصلنا الفندق. هذه هي المقبرة جنب الفندق بالضبط. مش عايزة أنزل. على فكرة إحنا صلنا 20 دقيقة في السيارة لأني خايفة أنزل. يس يس. يا جماعة أنا مستغربة إنه في سيارات. على ما أظن هذا هو المبنى اللي انحرق اللي قلت لكم عليه، فالناس اللي انحرقوا هنا دفنوهم في المقبرة اللي هنا اللي جنب الفندق بالضبط. القصة هذه صار لها سنين، يعني مش عارفة متى حصلت بس عارفة إنه القصة هذه قديمة جدا، فأنا مستغربة إنه ليش ما هدموا المبنى؟ أعوذ بالله، ليش السيارة هذه هنا؟ يا جماعة بدأ يظلم، فالآن حندخل نعمل تشيكن عشان ندخل الغرفة. بس حابة أدخل المقبرة، مش عارفة لو حيخلوني ولا لا، لأن أنا أسمع إنه بالليل الأشباح اللي في المقبرة يخرجوا ويدخلوا الغرف. ليش مش عارفة، بس خلونا ندخل ونشوف. مكتوب إنه المكان هذا متحف، بالمتحف فيه أشباح على شكل مهرجين. Are you still want to enter؟ لا يلا نروح. ماكدونالدز. متوترة. You're checking in. Under what name? آية. مكتوب بالعربي هنا. أهلا وسهلا. أنتوا عارفين إن الناس اللي بيجوا هنا بيجوا يشوفوا المكان ويمشوا، ما حدش بيبات هنا على فكرة. So فيها unlimited room? Yes. Alright, okay. Tell me more about the room. I know it's I read a little bit online. What did it mean? I read that it was closed for 4 years. Because there was a couple of deaths. Is that true? It is. Okay. It is. Yes. Okay. I lived some time in that room. You did? Just to check, you know,
what they're gonna do to me. But I was sleeping like a baby. Oh, so they made you sleep? Yes. Okay. Just me, probably not any other person, because I'm the one who refurbished the whole place. Wow. I was the one who gave new life to this place. Yeah. So what would they do for anyone else? Bathroom door open, says people see orbs, hear the voices inside. Are you going to change your mind? No. We're up for the challenge. We're staying in that room. يا جماعة أعطاني هدية وهذا هو المفتاح مفتاح الغرفة اللي هو هنا إذا من جد إنسان كثير حبوب فقال لي إنه لما أدخل الغرفة لو سمعت أصوات وكذا ما خافش إنه هذا بس الأشباح جميل خلونا ندخل الغرفة هذا الدم هذا ولا إيش هذا يا جماعة يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المشكلة مش أنا اللي اخترت الغرفة على فكرة في ناس اختاروا لي الغرفة وعلى كلامه هذا أسوأ غرفة عندهم هنا افتح لا والله من جد لا أنا مش فاهمة ليش بعمل بنفسي الأشياء الغريبة هذه بكل صراحة مش عارفة ليش أحط نفسي بمواقف بايخة لا 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 بطني نزل والله بطني نزلت لا لا اعوذ بالله اعوذ بالله مش قادرة اتنفس يا جماعة حاسة بشعور غريب ايش هذا اعوذ بالله شايفين الرسومات ايش ذا استغفر الله العظيم ايش ذا يما هذا يا جماعة هذا مش مهرجين هذا اشكال مش طبيعية لا 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 مش قادرة والله مش قادرة يا جماعة والله العظيم حاسة بشعور مش حلو والله العظيم ايش الرسومات هذه لا اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله لا 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 ليش اللايت هذا بيتحرك؟ في واير هناك بيتحرك، ليش الواير هناك بيتحرك؟ انتوا شايفين ولا انا؟ يا اعوذ بالله ورا 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 استغفر الله، يا جماعة والله العظيم ما امزح ان قلبي مش مطمن، انا ما احبش الاشياء هذه، ما احبش احط نفسي في المواقف هذه، ليش حطيت نفسي في الموقف هذا؟ يا جماعة والله العظيم من اول ما دخلت الغرفة وانا حاسة انه قلبي مكظوم ومش مطمنة، انا كنت فاكرة انه حدخل على غرفة مهرجين، الصور اللي موجودة في الغرفة هذه استغفر الله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش عايزة اقول الكلمة ها؟ مش عايزة اقول الكلمة لان احنا عندهم والمقبرة جنبي، وانا المفروض انام هنا الليلة، فمش حقول الكلمة بس أنا طفل خارج من فمه دم إيش ذا؟ كنت عايزة أعمل اختبار النظافة إيش من اختبار نظافة؟ أوه شايفين السرير؟ كيف الواحد ينام على السرير هذا؟ والله العظيم إن حسيت حاجة مسكت يدي والله العظيم خلونا نولع النور لأن هذا لا 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 آه واو ما فيش إلا لمبة واحدة؟ واو جميل والله أنا مش مرتاحة مش عارفة إيش بسوي هنا Heaven. Okay, كتاب غريب. نحطه مكانه. ونغلق عليه. اشتريت وجبت معايا جهازين عشان نتأكد لو من جد في أشباح وأرواح في المكان اللي أنا فيه ولا لا. بكل صراحة أول مرة استخدمه بس اللي أنا أعرفه إنه لو عملوا أصوات يعني في أرواح في الغرفة. سرير أنا شكة في السرير. الله علينا. يا جماعة أنا ما يعجبنيش. والله ايش في لا 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 انا حبكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان فوق السرير يا جماعه كان بيعمل صوت والان ما بيعملش صوت هذا معناه ان الارواح والاشباح بتتحرك جد ما انصحكم تيجوا المكان هذا ابدا 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 هيا بنا نذهب الى الفضاء 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 لا 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 ما اقدر انام هنا ما اقدر 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 ليش مكتوب warning ليش مكتوب warning وليش الصوت بيعلى لا جماعة انتوا شايفين اللي انا بشوفه ولا ايش لا 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 ما اقدر انام هنا انتوا شايفين اللي انا بشوفه انا يعني انتوا شايفين اللي انا بشوفه الجهاز طفى الجهاز طفى الجهاز طفى
الجهاز طفى. لا 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 الجهاز طفى. والله العظيم انه كان البطارية فل. والله العظيم كان البطارية فل. قسما بالله والله العظيم كان البطارية فل. الجهاز طفى. يا جماعة والله العظيم البطارية، شايفين البطارية فل. خلاص فهمنا. والله فهمنا. اول ما دخلت حسيت بكظمة في الغرفة، والله العظيم ما امزح معاكم، ما انصحكم ابدا 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 تيجوا المكان هذا. المدينة كلها انحرقت وما فيش الا الفندق هذا اللي محطوط هنا، مش عارفة ليش. خلاص فهمنا. اعوذ بالله. ناقصين اصوات، ناقصين رعب في الليل. انا شاكة في السرير هذا. خلاص في كل مكان، خلاصة الموضوع هما في كل مكان. انا مش عارفة ليش انا بدور عليهم، والله العظيم هما في الغرفة كلها. حمام طيب ولا الحمام ولا الغرفة ولا خلاص خرجنا. طيب يا جماعة، فانا سمعت اونلاين انه في اكثر من 3000 في المحل اللي صاحب المكان فيه، فالآن حنروح ونستكشف المحل اللي عنده، وكمان حاخذ الآلة هذه معايا عشان نشوف لو عنده هناك أرواح أو أي أشباح. انتوا شايفين ضوء بالمقبرة ولا؟ هم على فكرة سكروا، هم يسكروا على مظن 11 أو 10:30، والآن الساعة 12 بس. أموت وأعرف كيف جمع الكمية هذه كلها. معي الآلة، خلونا نجربها هنا. كيف ما فيش أي أصوات؟ إشمعنى يعني عنده هنا ما فيش أي حد، بس في الغرفة هذه عندنا 50 شبح هناك. عطين صورة طفل هناك، شايفين الصورة؟ سمعتوا من وين جاء؟ والله هو عمل صوت من نفسه. يا جماعة الدمية هذه اللي انتوا شايفينها الآن، قال لي صاحب المكان انه من فترة لفترة بيتحرك بدون اي سبب. خلونا نشوف. الله الله، كيف الواحد يتخلص من الأرواح والأشباح؟ كيف الواحد يتخلص منهم؟ عندي سؤال والله، لأي حد عارف تحت اكتبوا لي تحت في التعليقات كيف الواحد يتخلص من الأرواح والأشباح عشان نقول لصاحب المكان. أنا من جد حابة أعرف منه كيف حصل على الكولكشن هذا الرهيب. طيب هذه أكبر دمية، عايزة أروح. Have a question. Did any of the clowns ever come to life? Did you ever hear any sounds? Not, but this guy, the Charlie, sitting in the chair. The one, the big one? Yeah. He moved on camera many times. Wow. His hand was here. Yes. And it fell like this. How did you get all this collection? Everything donated by people. And how old is this hotel? 43. Ooh, wow. Yeah, what is it? 1980. What's the story about the graveyard? This was mining town. Mine fire happened here. Mm. People died. So they have dedicated a cemetery for them. And then after that family died, you know, like little kids, the cemetery used to be from there to here. And then the flood came and it's flooded everything. So there are many graves underneath. Very spooky things happened. عايزة أروح. الساعة 2:00 PM. حنروح نشوف المقبرة الآن. You wanna give us a tour? Oh. Help is going off. It's at 5. So there's something right in front of it. He was shaking like pretty hard, like shaking. Like this. Really? Yeah. And it was inconsistent with the wind. يا جماعة مش هقدر أنام هنا، أنا فشلت بالتحدي، بس من جد المكان هذا مخيف جدا. لو أنتوا من الناس اللي تحبوا الأشياء هذه تعالوا عدوا هنا، بس لأي حد ثاني ما أنصحكم تيجوا هنا أبدا أبدا أبدا. يلا نروح.
لما خرجت من فندق المهرجين طبعا استأجرت فندق عادي، قررت انه اجرب الجهاز واشوف لو حيعمل صوت في الفندق اللي انا فيه ولا لا. اوكي جايز، انا الان وصلت للفندق اللي حبات فيه اليوم، وحابة اوريكم حاجة. فهذا هو الجهاز اللي كنت بستخدمه. اوكي، استخدمته حول الغرفة كلها عشان اشوف لو في اصوات حتطلع. مفيش اي حاجة. ولا شيء خالص خالص خالص. من جد الفندق هذاك مخيف جدا وفيه اشياء. اوكي جايز، كده وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا كثير على المتابعة، وبيس اوت.